Hi guys, welcome to Vlogmas Day 18. اليوم في عندي special guest اللي هي كارين. كارين is a food blogger. شوي من كل شيء هلا عم بتنزل. اليوم رح نعمل Christmas cookies. بنفس الوقت هيك رح نسأل أسئلة تتعرف عليها أكتر. Decoration اللي تسأل لأنه هلا it's Christmas لازم نعمل شيء حلو يعني. بين الشورت تبعيتي قد كريسماس. أي مزبوط. شو جايين نعمل يعني exactly. رد. مزبوط أنا فودي بس ما بفوت على المطبخ. ما بعمل شيء بالمطبخ. اخذ كم كورس. اخذت انت. اخذ كم كورس بس انه هيك فور فان وتعلمت اكيد منهم بس انه فوت انا على المطبخ هذا الشيء ابدا ابدا. انا كثير بحب عندي اطبخ ولا انا بحب بس انه هيك واسع اي هاف ماي اون سبيس. اول شيء بدكم تاخذوا 1 1/2 كابس اوف باتر. ما بعرف اكزاكتلي قد ايه بس انه حطينا الباكيه مثل ما هو 200 جرام يعني و1.5 كوب اوف شجر. بعدين وي ميكس دام هاند ميكسر فور 5 مينتس كرمال تيعطي هيدا الكريم تكستشر يعني. بنرجع بنستعمل 2 ايج يوكس يعني بنستعمل 2 من صفار البيض برجع بيضة كاملة. من بعدها بتزيدوا فانيل يا اذا بدكم اكستراكت او اذا شجر فانيلا رشة ملح بعدين 3.5 كوبس اوف فلاور هذا الفلاور هون 1/2 بيكنج باودر. بيكنج باودر بيكنج انت لفستيها بيقولوا بيكنج باودر عن جد مش بيكنج بيكنج عن جد بيكنج باودر ايه قطعت سنين وانا بقولها بيكنج باودر بيكنج باودر بيكنج بيكنج باودر يا جماعه راح احطهم بالديسكربشن بوكس للريسيبي هيك ستيب باي ستيب يعني ممكن تروح الكهرباء بعد شوي فراح تفرق شوي باللايتنج بس اتس اوكي هيدا 1 فينا نقول اي كوب بدنا نخلطهم في 5 مينتس اوكي انا رح ادين كاي نرجع لكم باي ذا واي بخاف كثير منها هيدا بخاف كثير تجي الصليب لا اي فيكس مثبتتها مثبتتها قلت لك قاعدة لقيت بعدين بدنا نضل نعمله ل 5 مينتس تيصيروا مثل كريم كانوا اوكي دليتها حالي او ماي جاد انت دليتينا انا ما كانت دليتك هلا ما رح تزبط بس انا تعلمتها بدنا وحده بيضه كامله واثنين صفار بهذا الوقت رح اسالك انا اسئله اوكي يور فيفورت بليس الواحد اجبار انه يجربه ماي فيفورت بليس ايه من كل اللي جربتيهم بالفود ستيك بار سوشي عن جد اي ثينك اللي بيعرفنا واللي عنده ينا على تيك توك على انستا بيعرف اي لاف ستيك واي لاف سوشي وهذا المحل عنده الاثنين ليكو زبطت ما مبين بس انا زبطت انا كثير برو بعد وحده ثانيه وهيدي كمان بتحب السوشي والستيك يعني. ايه نعم. وهذا المحل بيعرف يعمل الاثنين انا صراحه بيقولوا لي انه كيف بعد توثقي تاكلي سوشي برا ايه واكشلي ما بوثق الا بهالمحل صار لي زمان ما ناكله يعني ايه انا ما بقى اكل محلات غير ليك جربت تسونامي ريسنتلي اتس جود ما نعتل هلا شو بدنا نعمل؟ هلا بدنا نحط عم بتصور رح نحط هلا شجر فانيلا بعتقد بدنا نحط 1 تي سبون يو سو بريتي ميرسي انت كمان حبيبي حط 1 او انت بدك نحط 1.5 ليك بشي كثير بحب الفانيلا هي اصلا فانيلا ريحه الكهرباء ريحه الكهرباء انه I'm short and she's tall. بتعرفي شو تعلمت بكيتشن لاب؟ شو كثير مبسوطة فيها؟ ايه شو؟ هيدا اللي بس تكوني عم تحضري شيء على بان مثلا بصل او شيء هيدا الفليب ايه كثير قتل كثير حبيت بتعرفي تعمليها؟ ايه انت عم نعمل شيء غلط لا we're doing it right مفروض let's hope so قد ايه بتقول عمرنا؟
قبل ما نقول بالاخر من اوكي قد بتقول عمري وعمر لك اكتبوا بالكومنتس اكتبوا بالكومنتس ما عم تكتبوا بقى بالكومنتس ليه ما تكتبوها بالكومنتس عن جد انا كثير بحب اقرا الكومنتس يعني اكثر شيء بتشجع انزل فيديو هو الكومنتس يمكن انت ايه ولا انت لايك فولورز ايه ام 19 انا انت لا ما خلص جاوبوا هلا خلص نزعتي انا 23 نزعت مش عارف نحرش رش يلا انا كثير بحب الملح بس هلا مش بالكوكيز حاسه انه مجنن هلا هلا ار يو ا سولت اور سويت بيرسون سولت بيرسون مي تو كثير بحب السولتي فود بس ريسنتلي كثير عم باكل حلو يعني قبل كانت انه يقطع جمعه جمعتين ما استحلي شوكولا ابدا يعني نوتيلا نوتيلا بضل يعني مش مدقور ما بدي اقله كانت هلا كثير كل يوم بدي شوكولا عشان هيك ما بقى يفوتوا علي الجينزات يعني عشان هيك انخزق الجينز امبارح يا الله خبريهم شو صار امبارح سهرانه لابسة جينز ضيق هلا عندي اياه من زمان ومنه كتير ضيق يعني مزبوط مسحانه بس مش هالقد سو انا عم بقول هيك عم بقول انخزق مش انه انخزق مخزق بحبني عندي هيك تيرتل نك تفيت فيه على السهره ولانه شوب جوا شرحتها وحطيتها بالجزمه سو لو ما هيك لا ما كنت عملتها نو واي كانت دغري يعني قربت رفيقتي اللي تخبيه What's your first impression of me? هيدي بنتها هيدي انه على تيك توك مثلا او على انه هون يعني بس شوفيني على السوشيال ميديا شو بتحس انه انا كيف سوبر ريكزة مشان هيك ما بعطيك ديزناف مشان هيك حسيتك اكبر ايه goal oriented كثير ايه انا بتحكي عن الميجر تبعك واليونيفرستي I love it my friend so much كثير so cute انت سوبر رائعة بحسك adventurous عن جد عن جد ايه انه هيك بتحب تظهري كأنك عندك this fairy tale life بتفرجيها انه كأنه في بدقلك شي dreamy life يعني بتصيري هول الفيديو اللي بتصيري تنزليهم كتير انه بتخلي الواحد يحب يعيش ويعمل ويبدأ عن جد so cute ولا the extrovert ما هيك actually لا عن جد كتير انتروفيرت هلا ديبند حسب الجروب كمان والفايبس انا كتير بتاثر من الفايبس اللي حوالي مي تو سو بس انه ان جنرال انا هيك مور اوف ان انتروفيرت حلو بس عن جد انا كتير بحب اني هيك اقعد بقوتي مثلا او سمثينغ بس بظهر مع بيبل ذات ميك مي هابي يا هيدا اهم شيء طيب في غنيه سنو از فولين All around me. آه حطينا في هون سانتا كلاوس صغير مش كتير مبين. خلاص أنت ليه صح؟ أنا سانتا كلاوس. أنت سانتا كلاوس. شجرة الميلاد أنا هلا. بس أنت ما رحت كموش يعني. إيه بتكموش؟ هيك نمطرم هيك خربزيش طبيعي. ورم هيك عم تقشعوني عم تقشعوني. أنا مخبي. أوكي سو طلعت معنا هيك شيء. It's supposed to be super soft. Bravo. Look, air. نتجوزك. لا. عساس يعني إذا عرفت تتخسر فيك تتجوز. عافاك. أنا كتير بنزعج بس هذا يقول لي إنه يا ناس تتجوز مثلاً أو إذا بتعرف تعزل البيت إنه ما في فيها إيش لوحدة وعملوا. إذا شافوك مثلاً عم تنطفي الطاولة إنه يي شو صرت بيت. إيه. ما صار فينا نجوزك بنشوفكم بس يخلصوا الوقت بيسقعوا يعني ونعمل اجت الكهرباء بده يكونوا اكثر بالبراد كرمال انه يصيروا مش هالقد سوفت بس اتس اوكي okay. بس انه حطينا كريسمس تري انجل سنو مان ستارز سنو فليك هاي هاي باي داون هلا بدنا نعمل هولة ايوه هذا الراد جبنا راد وغرين هولي بيجو شجر بيست ايس انو بيجو خالصين ريتل دايركشنز ويت شجر بيست بلا فات كيما بعرف ميك سنس بكي ما فيها هيدا الراد مين مع الدنيا يلا شمة هيدا فيها فانيل دجا ايه ايه انا اليوم حبيت انا شايفه ريحه بتاعت عمودلات لا بلا هيدا هيدا انا شميتها حبت عمودلات
فينا نعمل شيء ريسكي شوي انه نخلطهم سوا يطلع هيك مثل ماربل. وي كان ناخذ شقفه صغيره مظبوط. شوي ميكس بس وي ترايد. حلو اكثر. بديك منحط بول موج. It's super cute. It's done. هلا هيدا الثاني. كثير حلوين عن جد. فستيف خلصنا. We're done. هلا ما عم صدق انه انا عامله هيك شيء. كثير مهضومين بس بدنا نشوف اذا طيبين. طيبين بدنا نشوف اذا طيبين. اي وحده بدك تاخذي؟ انا باخذ اطول في نوت. بس البط غريبة. سويت كتير. كترنا سكر او يمكن فيها زبدة كتير. البط مش كتير بس الكوكيز طيبين. مش طيبين. اثنين. ميرسي. احنا هلا خلصنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو. اذا حبيتوا هيدا الفيديو بتنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بقناتي كمان تنشروا لايك وكومنت. ميرسي كثير كارين لانك جيتي. انا كثير انبسطت. انا كمان. وي هاد سو ماتش فان انا عملنا هيك شيء فيستيف وكريسماسي. باي باي.